السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعيني، معكم نونا الحجيري. أحلى حاجة نقدر نعملها بمقادير بسيطة جدا وكمان وقت قليل هي البسبوسة. من أنجح الوصفات الطريقة بتاعتي النهاردة، طريقة مضمونة جدا، قد إيه طالعة ناجحة ومقاديرها كمان اقتصادية جدا، ما فيهاش أي حاجة تقدر تخلينا نكسل ان احنا نعملها. لو مشينا على الخطوات هتطلع مرملة وناعمة ولونها الذهبي وطعمها تحفة، تستاهل ان احنا نعملها ونقدمها لولادنا. شايفين قد ايه مرملة؟ كفاية كلام كده، ندخل ونشوف المقادير وطريقة التحضير. بسم الله، عندي مقدار كوبايتين من دقيق السميد، دقيق البسبوسة، دقيق سايب جايباه من عند العطار، عليه رشة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج بودر، نص كوباية من السكر، نص كوباية من السمن، هديهم تقليب. هخلط كل المكونات مع بعض. السكر قليل في الوصفة بتاعتي علشان مخلية السكر مظبوط، سكرها المرة دي مظبوط جدا مش محلوة، عشان عاملة حساب العسل أو الشربات. ضفت كمان مقدار علبة من الزبادي البلدي وعليه 4 معالق من جوز الهند، 4 معالق كبار، وديتهم تقليبة لحد لما امتزجوا. في الوقت ده بكون محضرة الصينية، مسحها مسحة من السمن، هنزل بالخليط وحبدأ أفرده في الصينية وأبططه وأوزعه. الصينية بتاعتي صينية صغيرة مش كبيرة. بكون محضرة الفرن مسخناها قبل ما أبدأ في تحضير خليط البسبوسة. هبدأ أوزعها كده زي ما احنا شايفين وبططها بعد كده بكف إيدي عشان تبقى كلها مستوية، وهدخلها على الرف الوسطاني على الشبكة. هتاخد بالظبط من ربع ساعة لتلت ساعة مش أكتر. بكون مجهزة الشربات، بيكون سخن، هي سخنة أول ما تخرج من الفرن، وكمان الشربات بتاعها بيكون سخن ما يبقاش بارد أبدا، الاتنين مع بعض يكونوا سخنين جدا. الشربات عبارة عن 1.5 كوباية من المية عليها 1 كوباية من السكر مع عصرة نص ليمونة. بعد كده بشربها كل الشربات، كل ما بتشرب بتبقى ناجحة 100%، بسيبها لما تبرد وتهدى وبعد كده بقطعها. طريقة جدا وبسيطة، مخدتش مني وقت. كمان لونها الذهبي ده بعد ما الحواف بتاعتها اخدت لون، ولعت عليها الشواية على الهادي وبتابعها علشان طبعا ما تتلسعش مني. اول ما اخدت اللون خرجتها على طول، واكيد ريحتها بتخرج وبنحس انها خلاص استوت. يعني هي المميزات بتاعتها ان ريحتها بتقلب الدنيا. بعد ما قطعتها وخرجتها من الصينية بكل سهولة، ادي شكلها مرملة وناعمة جدا وطرية جدا جدا. ده غير انها مقاديرها مظبوطة وناجحة 100%. جربوها وان شاء الله هتنجح وهتظبط معاكم. كانت معكم نونا الحجيري، صحتين وهنا على قلوبكم يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.